مركز يزخر بمناظر طبيعية جميلة ومنها الشلال العتيق، فرغم مائه المالح فهو يعد المزود الوحيد لتسين بماء الثقيل. مياه واد الملح آتية من رافدين، الرافد الأول هو من جهة واد تغيث والرافد الثاني من جهة واد طنزيدة. أود إلى إشارة إلى أن هناك مفارقة فيما يخص الجهة اليسرى لواد طنزيدة، فإن مياه هذا الواد هي عذبة. ومهما اختلفت الروايات في شأن تسمية مركز تيسينت بين من يعتبر الاسم راجع لملوحة ماء النهر ومن يحيلها على الكلمة الأمازيغية توسنا أي المعرفة باللغة العربية، إن المعطيات التاريخية تدل على أن المنطقة ضاربة في القدم. النقوش هي المتواجدة على المنطقة، وهذه النقوش اللي كتدل على أنها المنطقة عرفات يعني عندها واحد قدم في التاريخ، وكاين أيضا واحد الدار ديال شارل دو فوكو اللي كتأرخ لواحد مستشرق فرنسي هو اللي معروف، والآن كيزوروه الفرنسيين بين فينا والأخرى. كثير لا يعرفون بلبل الغيوان الراحل بجميع، وغيرهم بعدد كبير يعرفون من هو الجوهر السوداء العربي بن مبارك، لكن القلة منهم تعلم أن أصول هذين النجمين تعود إلى أكادير تيسينت، منطقة تملك من المؤهلات الطبيعية والتاريخية والثقافية ما يؤهلها لأن تكون قبلة سياحية متميزة من أجل تحقيق نهضة تنموية واعدة في المنطقة.